بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب في من دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل جلاله من كتاب الكافي الشريف الحديث الخامس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة تقية وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة. هناك مسألة توحيدية مرت في باب التوحيد، وهي أن الله سبحانه وتعالى ليس محلاً للحوادث، فذاته المتعالية لا تتغير ولا كيف لها لان الكيفيات النفسانيه والحوادث من صفات الاجسام نحن نتغير لاننا اجسام نحن نتغير لاننا لنا كيفيات نفسانيه فالإنسان تارة يغضب وتارة يرضى، وتارة يحب وتارة يبغض، وهكذا. أما الله سبحانه وتعالى فليس له كيفيات نفسانية أجل من أن يكون له ذلك، وليس هو محلاً للحوادث فلا يتغير ذاته، ولا تغيير فيه. وامثال هذه الافعال اذا نسبت الى الله سبحانه وتعالى في القران في الروايات فيراد بها النتيجه يعني مثلا الله يغضب والله يرضى هل غضب الله ورضاه كغضبنا وكرضانا كلا غضبنا كيف النفساني تغير في النفس رضانا كيف النفساني تغير في النفس والله أجل من أن يكون له كيف النفساني فالمراد بغضب الله نتيجة الغضب نتيجة الغضب شنو هي؟ العذاب فحينما تقول غضب الله عليهم يعني الله سبحانه وتعالى يعذبهم يرتبط بفعل الله حين تقول يرضى الله عنهم يعني الله سبحانه وتعالى يثيبهم بالثواب ارتبط بفعل الله سبحانه وتعالى وهذا بحث مر مفصلا في باب التوحيد لكن اردنا اشاره اليه لكلمه الاستحياء التي وردت في هذا الحديث الشريف ان الله لا يستحيي وان الله لا يستحيي الحياء في البشر كيف النفساني لانه من الصفات النفسانيه شنو هو الحياء الحياء هو الخوف من الظهور بمظاهر النقص هذا هو الحياء شيء فيه نقص الإنسان يستحي أن يظهر بذلك الشيء لأنه نقص واحد فقير يجي يطلب منا مال يقول استحيت أرد أرده يعني شنو يعني رده اعتبرته نقصا فلم أكن أرد أن أظهر بمظهر النقص أو نقول ذلك الرجل حيي يعني عفيف يخاف ان يظهر بمظاهر النقص. الله سبحانه وتعالى الخوف فيه لا معنى له. الخوف صفة نفسية في الإنسان مثلا، وفي الحيوان. الله أجل من ذلك. فهذا هذه الكلمة حينما استعملت في الله مثلا في الايه الشريفه في سوره البقره ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه لا يستحي يعني لا يتركه لاجل الحياء او ان الله لا يستحي كما في هذه الروايه ان يعذب امه كذا لا يستحي يعني شنو يعني المراد نتيجة الحياء لأن نتيجة الحياء شنو هي هي الترك المقصود أن الله سبحانه وتعالى يتركه الترك لا يستحي يعني لا يتركه لأجل الحياة لا يستحي يعني يتركه لأن الإنسان إذا استحيا ترك فالاستحياء في الله سبحانه وتعالى بمعنى الترك يعني هذا بشكل مختصر ذكرناه ليتضح لتتضح الكلمتين اللتين استعملهما الإمام في هذه الرواية. الله سبحانه وتعالى يعذب أناسا ولا يعذب أناسا. إنما يعذب لاستحقاقهم. <applause> لان الله ليس بظلام للعبيد من غير استحقاق الله سبحانه وتعالى لا يعذب لان ذلك ظلم وقبيح والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد الاشاعره شنو يقولون يقولون الله سبحانه وتعالى اذا عذب من شاء فهذا لا بأس به حتى اذا كان ذلك لشخص مؤمنا لا يستحق العذاب لكن الصحيح ليس ذلك، الصحيح ان الظلم قبيح على الله سبحانه وتعالى، وهذا ظلم، هم شنو يقولون؟ يقولون هذا مو ظلم، لكنه ظلم بالوجدان، اذا انسان لم يرتكب جريمه يعذب هذا ظلم، على كل حال الله سبحانه وتعالى لا يعذب الا من يستحق. ومو كل من يستحق بعض من يستحق لان البعض الاخر الله سبحانه وتعالى قد يعفو عنه اما بالتوبه وقبول التوبه تفضل من الله خلافا للمعتزله الذين يقولون ان قبول التوبه واجب لا كلا ليس بواجب الان اذا واحد ارتكب جريمه اسف القانون الوضعي الدنيوي ارتكب جريمه ثم ندم عليها. القضاء يعاقبه لو لا، يقول ندمت عليها هذا بينك وبين ربك. لكن أنت ارتكبت الجريمة فتعاقب عليها، ندمت أو لم تندم. إذا واحد ارتكب ذنبًا استحق العقوبة. تاب أو لم يتب، لكن الله سبحانه وتعالى بفضله لأنه خلق الإنسان ليرحمه إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يقبل التوبة وأيضًا فتح أبواب أخرى لغفران الذنوب مو فقط التوبة، التوبة إحدى أسباب غفران الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى، هناك أسباب أخرى مثلًا فعل الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات. كما ذكرنا في حلقات ماضية. لذا البعض يستغرب يقول شنو معنى أنه إذا واحد بكى على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الله يغفر له ذنوبه. الجواب نعم هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. البكاء على الإمام الحسين حسنة بل من أفضل الحسنات والقربات. إن الحسنات يذهبن السيئات وهكذا هناك أمور أخرى كالشفاعة مثلا واحد إنسان مؤمن لكن ارتكب حفوة الله سبحانه وتعالى يأذن لأوليائه بالشفاعة له من الأنبياء والأئمة والملائكة وحتى الصالحين بإذن الله الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، لكن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني ارتضى الله دينه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد يأذن لبعض عباده في بعض هذه الأمور، ومنها الشفاعة. وقد يكون بغفران الله سبحانه وتعالى لأسباب أخرى. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب الا من استحق العقوبه، وقد يعفو عن بعض من استحقوا العقوبه، لكن اذا كان مشركا هذا ما يستحق الغفران، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، زين، اذا واحد اعتقد بامام الحق الذي نصبه الله سبحانه وتعالى. هذا معناه ان اصول دينه وعقيدته سليمه، لانه لا يعتقد بامام الا بعد اعتقاده بتوحيد الله وبنبوه محمد صلى الله عليه واله، وبما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه واله وبالمعاد هذا لا يعتقد بالأئمة إلا بعد اعتقاده بسائر أصول الدين فعقيدته سليمة هسه ارتكب لذنب صدرت منه هفوة إن تاب تاب الله عليه إن لم يتب ومات الله سبحانه وتعالى لأجل هذه الحسنة اللي هي الاعتقاد بإمام الحق واتباعه يذهب السيئات عنه فلا يعذبه عذابا يستحقه على ذلك الذنب طبعا يمكن الانسان الله سبحانه وتعالى في الدنيا يريد يمحو ذنبه يبتليه يمكن في القبر او في القيامه بسبب شده ذنوبه الله سبحانه وتعالى يضيق عليه لكن العذاب الكامل لا يعذبه بذلك، العذاب الكامل هو خلود في نار جهنم مثلا، وأصناف من العذاب في جهنم، لكن الإنسان إذا لم يعتقد بإمام الحق هذا عقيدته ليست سليمة، والإنسان إذا لم تكن عقيدته سليمة عمله غير مقبول، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا. بل في بعض الروايات إذا الإنسان كان موحدا لكنه لم تكن عقيدته في سائر الأمور سليمة مثلا اليهود أكثرهم موحدون حسب ما يقال لا يعتقدون بشريك لله سبحانه وتعالى هذه عقيدة التوحيد لكن إنكارهم لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام وإنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه وآله يسبب أن توحيدهم يبطل يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسلب منهم هذا التوحيد هاي كلمة التوحيد ما تروح إلى جهنم يسلبها منهم وكذلك إذا واحد كان يتشهد الشهادتين لكنه كان منافقا في يوم القيامة الشهادتان تسلبان منه لا تدخلان في جهنم معه زين شنو يصير الله سبحانه وتعالى حسنات هؤلاء يجعلها هباء منثورا ينتهي الامر. توحيده كانت حسنة لكن يصير هباء منثور. اعتقاداته الصحيحة كانت حسنة لكنها تصير هباء منثور. اعماله الحسنة من مثلا رعايته للايتام مساعدته للفقراء هذه حسنة لكن تصير هباء منثور. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى هذه الاعمال واشترط الثواب عليها بصحه العقيده ومن صحه العقيده الاعتقاد بامام الحق ان الله لا يستحي يعني لا يترك حياء ان يعذب امه مو واحد امه مجموعه من الناس دانت بامام ليس من الله وان كانت في اعمالها بره تقيه البر هو التوسع في الخير هذا يرتبط بالآخرين التقوى حفظ النفس والخوف من الله سبحانه وتعالى هذا يرتبط بالنفس وإن الله ليستحي أن يعذب أمة ليستحي يعني ليترك هذا العذاب ان يعذب امة دانت بامام من الله وان كانت في اعمالها ظالمة مسيئة. حتى اذا كانت اعمالها فيها خلل لان كل ذنب هو ظلم للنفس. لان الظلم قد يكون للنفس وقد يكون للغير. الانسان الذي يرتكب ذنوب لا تتعدى هذه الذنوب غيره. هذا ظلم لنفسه. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اذا يعتقد باعتقاد كفري يخرجه عن المله. هذا قد ظلم نفسه، لماذا ظلم نفسه؟ لانه بخسها حقها. انت هذه النفس الله سبحانه وتعالى جعلها وديعة عندك. ومن حقها ان تجعلها من اهل الجنة. هذا من حق النفس على الانسان. <applause> زين هو جعلها من اهل النار، جعل نفسه من اهل النار، فبخس نفسه حقها فكان ظالما لنفسه. والا الله سبحانه وتعالى اجل واعز من ان يظلم، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. زين ارتكب ذنبا هذا ظلم لنفسه، لكن لانه عقيدته صحيحه قد يتوب. قد أعماله الحسنة تذهب هذه السيئات. قد تناله الشفاعة والمغفرة مسيئة لعل الظلم للنفس في هذا الحديث والإساءة للآخرين. باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى وهو من الباب الأول. هناك في هذا الباب الآخر أربعة أحاديث ترتبط بالباب الأول لكن فرزها لأن معناها متقارب وهذا المعنى روته غير الشيعه ايضا وحاصله ان من مات وليس له امام من ائمه الحق مات ميته جاهليه. عن الفضيل بن يسار قال ابتدأنا أبو عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق يوما وقال قال رسول الله من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية فقلت قال ذلك رسول الله صلى الله عليه واله قال إي والله قد قال قلت فكل من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية أو ميتة جاهلية قال: نعم. الميتة والميتة، الميتة الحيوان الميت، حرمت عليكم الميتة والدم. إذا حيوان لم يذك تذكية شرعية، إذا مثلا خروف لم تذبح لم تفرى الأوداج الأربعة بشرائط معلومة مذكورة بالفقه أن يكون بطرف القبلة ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى وأن يكون الذابح مسلما على المشهور وما إلى ذلك من شرائط هذا ميتة البعير إذا لم ينحر ومات أو قتل هذا ميتة وعدنا الحالة والهيئة هي ميتة فعلة تقول جلست جلسة العبد يعني كهيئة جلسته مات ميتة جاهليه يعني كهيئة موت الجاهليين الله سبحانه وتعالى في القرآن في وصية يعقوب ماذا يقول؟ "ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" يعني أنت تكون دائما مسلم حتى إذا جاءك الموت جاءك وأنت مسلم. زين، الجاهلية شنو هي؟ الجاهلية الحالة التي كان عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله والرسول وشرائع الدين والمفاخرات الباطلة والكبر والتجبر وغير ذلك. هي الكلمة من الجهل والجهل قد يكون بمعنى عدم العلم وقد يكون بمعنى السفه الجهالة يعني الجهل عن سفاهة الجاهلية حالتهم قبل الإسلام عندما واحد يقرأ الآيات الشريفة والروايات والتاريخ يشوف قبل الإسلام كيف كانت هذه الجاهلية كانوا يدفنون البنات وهن أحياء يعني أكو في التوحش أكثر وأكبر من هذا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون كانوا يتزوجون نساء آبائهم حتى أن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء غير شركهم كانوا يعبدون الأصنام ويشركون بالله ويعتبرون تلك الأصنام شفعاءهم إلى الله سبحانه وتعالى الذي يموت وهو في الجاهلية بعقيدتهم وعملهم هذا كافر مات كافرا ضالا متحيرا في هذه الامة اذا واحد عقيدته لم تكن كما اراد الله سبحانه وتعالى هذا ميتته كفر وضلال يعني يموت كافرا يموت ضالا ذكرنا في الحلقة الماضية اللي يتشهد الشهادتين غير الغلاة والنواصب هذا محكوم عليه بالإسلام يعني يجري عليه في الدنيا أحكام تجري عليه أحكام المسلمين في كل شيء حتى إذا كان منافقاً لكن في الاخره يسلم من هذا الايمان لان عقيدته كانت فاسده في اصول الدين من مات وليس عليه امام لا يجي يقول ان هذا الامام هنا مثلا شيء اخر لا المراد وليس عليه امام يعني انسان يا امه امام على راسه حتى غير الشيعه كما في كتاب مسلم هكذا يروي عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله قال: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليه". اذا انت ما مبايع واحد يعني يكون امام على راسك مات ميتة جاهليه. والحديث مروي بألفاظ مختلفة بشكل مستفيض، وأيضا حديث آخر أشرنا إليه فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه واله قال: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة هي الفرقة الناجية كلها في النار ليش في النار؟ سؤال" لأن عقيدتها فاسدة وهذا الامر المذكور في هذا الحديث هو مضمون اية قرآنية، الله سبحانه وتعالى في سورة الاسراء الاية 71 يقول: "يوم ندعو كل اناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا" كل مجموعة من الناس منو امامكم يتقدمكم اذا هو امام حق يتقدمهم الى الجنه واذا هو امام باطل من ائمه الكفر يتقدمهم الى النار الله سبحانه وتعالى حول ال فرعون ماذا يقول يقول بالنسبه الى فرعون يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار زين في هذه الأمة الناس اللي كانوا يعيشون في سنة مثلا ستين من الهجرة، منو إمامهم؟ إذا إمامه الحسين عليه الصلاة والسلام. الحسين عليه السلام يتقدمهم وهم خلفه فيدخل الجنة ويدخلون الجنة معه. وإذا إمامهم يزيد بن معاوية. يتقدمهم الله يريده النار وهم معه إلى النار تقول عنده أعمال حسنة أعمال الحسنة هباء منثور لذا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين واحد يقول فلان مخترع البشرية مليارات الناس استفادوا من اختراعاته الجواب أولا هو قبض فلوس أمام اختراعاته فحصل ما يريده والناس تمدح الأجيال القادمة في الدنيا هذا أجر انت عملت هذا الاختراع قبضت فلوس مقابله قبضت مدح من الناس مقابل ذلك بعدين ما تطلب الله سبحانه وتعالى شيئا لان الله سبحانه وتعالى شيئا لان الله سبحانه وتعالى اشترط اعمالا واشترط في تلك الاعمال شرائط حتى يعطي الثواب فالله سبحانه وتعالى لا يستحق عليه هذا الانسان شيئا، لان عمله لم يكن لله، ولم يكن بالكيفية التي ارادها الله سبحانه وتعالى، ولم يعده بشيء. مثلنا هذا المثال اذا واحد ذهب الى صحراء، فشق العيون في تلك الصحراء، وغرس الاشجار. هذا يستحق على الله ثوابا يستحق علينا فلوس يقول تعالوا اعطوني فلوس لان انا في الصحراء شققت عيونا وغرست اشجارا نقول له احنا كنا قايلين لك تسوي هذا الشي وكنا مواعديك باجر يقول لا نقول له ما تطلبنا شي انت اما سويت لنفسك خلص حصلت بستان جميل لنفسك وحتى إذا سويت إلنا هذا كان لم يكن بإذننا فلا تستحق علينا شيئا لأننا لم نقل لك ذلك لم نأمرك بذلك فلا يستحق على عمله شيئا حباء منثور نعم ذكرنا فيما مضى إن الله سبحانه وتعالى بفضله قد يخفف العذاب عن بعض الكفار الذين أحسنوا في أعمالهم عمل باطل لكن الله يخفف عنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإيمان والعمل الصالح، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.